قدام. خليني برضو سندس يعني مش هقدر اقول لك في البدايه يعني تقييم تجربتك مع النادي الاهلي ازاي؟ الحمد لله معناتها كانت تجربه حلوه برشا وفرحانه برشا معناتها كلك سوا يعني في الروح الفرقه في الامبيونس ما بين اللاعبات في يعني العزيمه وحب الانتصار وتحضير الماتشات الحمد لله يعني كانت يعني تجربه حلوه قوي. ندمانه ان انت جيتي ولا مبسوطه؟ لا ايه ده انا مبسوطه قوي والله. يعني ان شاء الله نشوف ممكن نشوفك سنه واثنين وثلاثه معانا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء يعني الله. يعني اكيد يعني انت قبل ما تيجي النادي الاهلي كان في كلام وسمعتي واكيد ده التجربة دلوقتي فانا كان يهمني اعرف عشان يعني اللاعب لما بيقعد شهر واثنين وثلاثه في النادي الاهلي اكيد التجربه بتبقى اكيد يعني غير ما بيسمع. اكيد بطبع انا سمعت يعني وسمعت حاجات حلوه قوي وكنت متشوقه اني اعيشهم الحاجات دي بس لما عشتهم كانت احلى بكتير. تمام. عارف والله الحمد لله ومبسوطه قوي وان شاء الله يعني نكملوا نحصدوا الالقاب مشان الجمهور يفرح ونعيشوا الاجواء دي لانه احلى اجواء هنا اجواء الجماهير والفرحه بتاعتهم وكده وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونوصله كده إن شاء الله.